مع ارتفاع درجات الحرارة يتزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب، مما يسبب مشاكل في التموين بهذه المادة الحيوية. المصالح الولائية سهرت على إنجاز محطة ضخ بسعة 24,864 متر مكعب، ستحسن من المردودية وتزيد الحجم السعي في استفادة السكان بالمياه الشرب. الحمد لله راهو مع تفتح المضخه هذه يكون الماء باذن الله متوفر، خلاف قبل اللي كان ناقص الماء قليل، وكان ساعه يجي ساعه ما يجي ساعه هكذا. والحمد لله الوقت الحالي هذا توفرت المضخه هذه على مستوى الولايه. ربي ان شاء الله الماء راهو في تحسن بفضل المنشات الجديده كما هذه، كما محطه الضخ الجديده هذه، وبفضل الابار جديده ثاني دعمت بهم الولايه. بربي ان شاء الله هذو راح ينقصوا ياسر على الضغط على ولايه بسكره. انجاز 4 مضخات غاطسه مجهزه باحدث التقنيات ستسهم في تطوير قدرات الانتاج اليومي من المياه، وتحسن الخدمه العموميه بتزويد الساكنة بالمياه وبصفة منتظمة. المحطة هذه برك راهو عندنا حوالي 20,000 متر مكعب اللي راهي تروح لمدينة بسكرة، وفيها قطب حضري جديد اللي يتزود من المضخة هذه، وكذا وسط مدينة بسكرة، يعني هذا كامل يتزودوا من هذا الحقل، هذا حقل الحزيمة اللي يمد لنا حوالي 200 لتر في الثانية. يعني احنا في السابق كانوا المناقب يضخوا بدون محطة، يعني هناك أعطاب وهناك يعني بطء في التزويد، لكن حاليا عن طريق المضخات وعن طريق الخزان، يعني عن طريق هذه المحطة يكون التدفق يعني قوي وسريع. مثل هذه المشاريع الحيوية سترفع الغبن عن مواطني بسكرة وتسهم في أمن مائي دائم.